الحضور الرافضي في مسجد السبت الثالث المحصل الشهيد عليه السلام يستعد الآن للخروج إلى الساحة الخارجية في أرض فدك الصغرى من أجل إتمام الاحتفالات بهلاك الحميراء المدانة من فوق 7 سماوات. لكم عائشة والعار والعار لكم عائشة والعار والعار لكم عائشة والعار والعار لكم عائشة بالنار بالنار لكم عائشة بالنار بالنار لكم عائشة بالنار بالنار لكم عائشة بالنار بالنار لكم عائشة يا علي جواب 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 ترى عيد الأكيد يا علي موت عيوشة ترى عيد الأكيد يا علي اليوم لعنها عليها خلي زيد يا علي عزنا لعنة عائشة أجمل نشيد يا علي عائشة أجمل نشيد يا علي لكم عائشة والعار والعار لكم عائشة والعار والعار لكم عائشة بالنار بالنار لكم عائشة بالنار بالنار لكم عائشة هاي أقدس رسول يا علي هاي هي الحارب أقدس رسول يا علي اليوم نلعن جواب جواب يا علي اليوم نلعن هدر ولي يا علي رسول الشام انت ايش ما تقول يا علي حاربت حدر علي فحل الفحول يا علي حدر علي فحل الفحول يا علي صار والصار والصار كمكم عائشة بالنار بالنار 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 عائشة ملعونة بنت اللعنة يا علي عائشة ملعونة بنت اللعنة يا علي جواب جواب غير الأغبياء يا علي متبع منهجنا غير الأغبياء يا علي منهجها غير الأغبياء يا علي اليوم صرختنا لوادي كربلاء يا علي اليوم صرختنا لوادي كربلاء يا علي نهني بموتتها سيدي الشهداء يا علي موتتها سيدي الشهداء يا علي يا علي بالثار بالثار نطلب عائشة بالثار بالثار نطلب عائشة بالنار بالنار نطلب عائشة بالنار بالنار نطلب عائشة بالنار بالنار نطلب عائشة بالنار بالنار ابو صالح ونحييها الحفل يا علي احنا ضدك عايشه قولي وفعل يا علي احنا ضدك عايشه قولي وفعل يا علي سقر وابنها يا ام الجمال يا علي سقر
صخر وبنار يا ام الجمل يا عظيم يا الهلكت اليوم جدك يشتعل يا الهلكت اليوم جدك يشتعل علي احرار احرار نلعن عائشه احرار احرار نلعن عائشه احرار نلعن عائشه هالحفل يا علي هن ابو صالح ونحيي هالحفل يا علي احنا ضدك عائشة قول وفعل يا علي احنا ضدك عائشة قول وفعل يا علي سقر وبنار يا ام الجمل يا علي سقر وبنار يا ام الجمل يا علي يا الهلكت اليوم جدك يشعل يا الهلكت اليوم جدك يشتعل يا علي احرار يا علي احنا عدنا الرفض بلسم والطبيب يا علي احنا عدنا الرفض بلسم والطبيب يا علي هيئة الخدام والشيخ الحبيب والفاحشة جنة عمتك تسوينا شعلات كانت واليها